دكتور ديما هو موجود. ليه يا فندم؟ الدكتور عندك كم واحد يا فندم؟ عندك كم واحد المفروض يبقى موجود في وحده الغسيل الكلوي؟ عندنا طبيب غسيل كلوي واحد بس. وانت حضرتك قلت لي انا راح اقول لك بنتابع الحالات بشكل دايم. تحصل اي مشكله انا بتحرك. دكتور يعني مش المفروض ان الطبيب ده يبقى متابع على الاقل طبيب؟ يعني لو احنا بنتكلم حضرتك كنت بتقول لي 50 مريض كده يا فندم. 50 مريض يا فندم. طب هو على بيخسروا على مدار اليوم ولا لو حصلت اي مشكله لاي حد هيتم التصرف معاه ازاي؟ سياده الكاميرا في الاول جميع الاجهزه اتقلت في ان واحد بالخبر ايه الاستاذ اللي هو منور بالميه مفيش ميه وصلت في الخزان اتقطعت علينا كلنا وكانت راح تحصل مأساة زي حصة الدرب نجم. والدكتور ديمو موجود بس تم تدارك الموقف على طول بعديها بساعة. احنا بنقول بنطور الناس قابلة ان يروحوا مؤقتا للمركز النظري كمان ما يبقاش في اطباء مخصوصين. مفيش ممرضة مقيمة حضرتك في في اي غرفة في الصبر حاول على قوة الا تعرفني مين اللي موجود ومين اللي مش موجود؟ ده يا فندم طبيب زي الطبيب يبقى متواجد يعني على الاقل يبقى حتى في شيفت واحده طيب بيبقى موجود متواجد في شيفت واحده. لا مش موجود الايام اللي ما بيحضرش فيها فندم بيتم اتخاذ الاجراء الاقصى معاه. ايه الاتخاذ ايه الاجراء؟ حضرتك هو وصل لمرحله انه اتفصل من العمل. يعني النهارده انه اتفصل طبيب ما فيش طبيب اتفصل يا فندم. احنا بنتكلم عن موضوع انه توفر واعاده هم معليك طلبوا مننا تصور للخدمات المطلوبه في المبنى الجديد. فمعليك احنا اتكلمنا على ان على اساس ان يبقى في وحده اشعه مقطعيه، وحده تنين مغناطيس، وعمليات كبرى وعمليات صغرى، واتكلمنا على ان يبقى في شبكه فازات عشان نوفر وحده عنايه مركزه، وحده عنايه متوسطه عنايه قلب يعني، ووحده حضانات كبرى. اتكلمنا على كل الحاجات دي في المبنى الجديد. في نبطش البطن مش بيبقى مفروض حركة في كشف موجود النهارده؟ شفت لو موجود طبيب البطن استقبال البطن ده، وموجود طبيب الجراحه العامه استقبال الجراحه، وطبيب الاستقبال موجود في قسم الاستقبال العام، طبيب الاطفال. يعني كم واحد دلوقتي؟ حضرتك كده النهارده وهنرجع نقول عندي حجم الفلوس قد ايه وامكانيات قد ايه مطلوبه وكل الكلام ده واللي هنقدر عليه هنوفره، لكن الاهم كاولويات عايز اخلص السنه دي مستشفيتين وادخل السنه الجايه اخلص اثنين كمان او ثلاثه او هكذا. عايزين نحط خطه اولويات يا سياده الرئيس الوزراء علشان نشتغل. انا راجل مصاب يبقى مركز لحاجه زي كده حاجه حرجه بهذا الشكل وما يبقاش فيه حد. الكلام ده مش معقول يا فندم. وحضرتك يعني احنا راجعين دلوقتي للمحافظه يا فندم، هنقعد مع اعضاء مجلس النواب والتنفيذيين. حضرتك انا عايز اشوف بنفسي مع حضرتك موقف الدكاتره والانتظام ايه اللي بيتم عشان نعرف ناخد الاجراءات. سيادتك مفيش النهارده ولا النهارده هو قابل هو لا النهارده لا ولا مخدة نظيفة خلاص خلاص حاضر حاضر وصلت خلاص. طب اصبر بقى.